أعلنت الحكومة المصرية نمو الاقتصادي بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. تتوقع مصر تسجيل نمو بنسبة 4.2% بنهاية العام المالي. وقالت مصر أن إيرادات قناة السويس بلغت 2.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري، وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق.